ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. علمت ماروك أخبار يومية من مصدر مطلع أن اصطداما عنيفا بين حافلة مسافرين وسيارة خفيفة قد تسبب في مصرع سائق هذه الأخيرة، وذلك على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين الراشيدية وورزازات، وبالضبط بجامعة إدلسان. وأوضح المصدر ذاته أن حافلة لنقل المسافرين كانت قادمة من الراشيدية في اتجاه ورزازات قد اصطدمت بسيارة خفيفة قادمة في الاتجاه المعاكس قبل أن تنحرف عن مسارها بسبب الأمطار وتسقط في منحدر خطير على مستوى جامعة إدلسان التابعة لإقليم ورزازات. وأسفر الحادث بحسب المصدر ذاته عن وفاة سائق السيارة والذي ينحدر من منطقة سكورة قرب ورزازات، في حين أصيب بعض المسافرين على متن الحافلة بجروح طفيفة نتيجة انحراف الحافلة عن مسارها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.